للمتابعة ينضم إلينا من الخرطوم عبر الهاتف مراسل غد أحمد العربي. أحمد، أبرز ما جاء في بيان تجمع المهنيين. نعم كوثر، صباح الخير. أبرز ما جاء في بيان تجمع المهنيين إصرارهم على مواصلة وتنفيذ العصيان المدني، وذلك في يومه الثالث، خاصة بعد الإشاعات التي راجت عن رفعهم للعصيان المدني والإضراب السياسي الشامل. يعني إصرارهم على هذه النقطة بالتحديد ومواصلة كما سموه النضال المدني السلمي، أيضا إلى جانب ذلك تسمية رئيس مجلس الوزراء وأيضا أعضاء المجلس السيادي، لكن لن يتم الإعلان عنهم إلا مجيء الوقت المناسب حسب تجمع المهنيين السودانيين، وأن قوى الحرية والتغيير متفقة الآن على الصيغة التي تعمل بها وفق مكوناتها المختلفة. نعم، هل من جديد في ملف التحقيق في أحداث فض الاعتصام؟ نعم، في بيان للمجلس العسكري الانتقالي ذكر أنهم أن اللجنة التي كونها اللجنة المشتركة قامت ببدء التحقيقات، وهناك بيانات تثبت تورط عدد من النظاميين، وأن هذه البيانات ستقدم للجهات العدلية بغية تقديمهم للمحاكمة في الوقت المناسب، وأن هذه اللجنة التي كونت ستفرغ من أعمالها وتعلن نتائج التحقيق في 72 ساعة من الآن. يعني الآن المجلس العسكري وفق اللجنة التي كونها وهي مشتركة ما بين العسكريين وأيضا النائب العام، قد باشرت المهام ووضعت من هناك شبهة حول تورطهم في أعمال عنف تحت التحفظ العسكري، وسيتم تقديمهم للجهات العدلية لمواصلة الإجراءات العدلية العادية. نعم، ماذا عن الوضع الميداني في ثالث أيام العصيان المدني؟ حتى الآن يعني هي الساعات الأولى في صباح اليوم، ساعات العمل الأولى، طبعا نرقب ونتابع الشارع السوداني واستجابته للعصيان والإضراب الشامل في يومه الثالث. حتى الآن مشاهدات الأولية، هناك أيضا عودة للحياة في عدد من الشوارع من جديد، واستجابة يعني جزئية ربما، ولكن من خلال الساعات القادمة سنحدد إذا ما كان هناك استجابة كبيرة للعصيان في يوم الثالث أم لا. نعم، شكرا لك أحمد العربي مراسل الغد، كنت معنا من الخرطوم عبر الهاتف.